السلام عليكم، أنا اسمي ماجد زغو، أنا مدير برنامج العمارة في كلية العمارة جامعة الجلالة. أنا واخد الـ PhD بتاعتي من أمريكا، وحاصل على MBA برضو بتاعتي من أمريكا، ولايسند أركيتكت، يعني معماري مرخص في الولايات المتحدة، ومعايا شهادة اسمها ليد AB. هبقى أتكلم عنها وإنكور شوية حاجات كده عشان نبقى عارفين يعني إيه الكارير بتاعنا، نطوره ونزود قدراتنا ومهاراتنا. طبعا احنا ربنا وما أوتينا من العلم إلا قليلة، وطبعا ده جزء من رد المعروف اللي ربنا عمله لنا والخير اللي ربنا اداه لنا، فده كله عمل خيري وعمل لربنا، وعشان تستفيدوا وأي معلومة انتوا عايزينها في أي وقت أهلا وسهلا بيكم، وأنا مستعدة يعني أساعدكم في أي حاجة. طيب احنا المفروض النهاردة هنتكلم عن شوية objectives أساسيها. أولها هو إن احنا إزاي نعرف الـ professional career بتاعنا هيمشي إزاي، وسواء professional أو academic، سواء هتمشي في السكة الـ professional أو في السكة الأكاديمي. ولازم برضو نعرف إيه الحاجات الجديدة، وإيه الحاجات إيه العقبات، وإيه المحددات اللي ممكن تعوقنا وإحنا ماشيين. ملخص سريع كده، الاركتكتشر هي بروسس، هي انت بتتعلم في الكليه البروسس بتاع التفكير، سواء في اركتكتشر، في مدني، في كهرباء، في كل التخصصات، هي انت في هندسه بشكل عام انت بتتعلم بروسس التفكير، ازاي تخطط، ازاي تصمم، ازاي تنفذ، ازاي تبني ستراكشر لحاجه. كل الحاجات ديت هي دي اللي انت المفروض بتركز عليها في الجامعه، البروسس، ازاي تفكر. طبعا المشكله ان انت دلوقتي المجالات بدات تتداخل مع بعض، مفيش حد عارف يحدد قوي المجالات. فطبعا فانت ممكن تلاقي بتاع مدني فاهم شويه في عماره، بتاع عماره فاهم شويه بتاع مدني، كهرباء برضه نفس، يعني كلنا فيها دايفرستي كبيره وفيها انتر ديسيبلينري. هنسمع كلمه انتر ديسيبلينري ديت، او مجالات متعدده التخصصات. طيب نبتدي منين؟ أول قبل ما نتخرج نبتدي من فكرة قبل ما نتخرج نعمل إيه. أنا بنصحكم نصيحة كبيرة جدا، إن أهم حاجة أنتوا تتعلموا لغة، لازم تبقى متقن اللغة الإنجليزية، تتعلمها في البريتش كونسل. لو حد مهتم بالألماني جوتا، مع جوتا المعهد الفرنسي، أو حتى الصيني في جامعة القاهرة، اتعلموا لغات يا جماعة. اللغات هتفتح لكم أبواب رزق كبيرة جدا 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 جدا، والاماكن دي رائعه وجميله جدا. اللي عايز يتعلم انجليش يظبط نفسه، طبعا الانجليش اذا بيزك، يعني لازم كل حاجه لازم تبقى عارف تتكلم انجليش. الالماني ميزه فيه كويسه جدا، المانيا بتقدم منح كتير قوي للطلاب، فتقدر لو انت وصلت البي 2 ليفل في الماني تقدر تعمل شغل كويس جدا جدا جدا، وتسافر المانيا وتشتغل وتدرس وكل الحاجات دي. طيب الحاجه الثانيه ان انت لازم تدور على انترنشيبس، لازم تدور على تدريب كتير قوي خلال السنه، يعني خلال وانت شغال في الدراسه لازم تدور على انترنشيب، تتدرب هنا، تتدرب هنا، تتدرب هنا. ما تبصش لنوعيه التدريب ولا مكانه فين، بص هو بيدربك على ايه، بتتعلم ايه جديد، ايه الحاجات اللي انت ما شفتهاش. طبعا كل ما كانش، مش معنى ان الشركه الكبيره تبقى كويسه والشركه الصغيره تبقى وحش، لا بالعكس، ممكن تكون بتتعلم في الشركه الصغيره اكتر بكتير من بتتعلم في الشركه الكبيره، بس لازم يبقى عندك تنوع. مره اشتغلت في شركه كبيره، مره اشتغلت في شركه صغيره، مره في مكتب، مره في مع واحد، يعني المهم لازم تبقى عندك تنوع في الخبرات ديت. الاي تي سكيلز، الكمبيوتر سكيلز، لازم تكون موجوده لاي طالب هندسه، يعني اي طالب هندسه لازم طبعا الاوفيس لازم يكون عارفه زي ما بيعرف يكتب اسمه، الاوتوكاد، السكتش اب، الريفت بالنسبه للعماره، ومدني، الثري دي ماكس بالنسبه للعماره والراينو والبيري، فوتوشوب طبعا مفيش مانع ان انتوا كل التخصصات تتعلم فوتوشوب. في بقى مهارات جديده ظهرت، ان احنا لازم نتعلم شويه كودينج، ده كل التخصصات، لان انت هتلاقي ان انت في المستقبل محتاج ان انت تبرمج، بقينا محتاجين ان احنا نبرمج التولز اللي بنستخدمها عشان تساعدنا نشتغل احسن. فمن اشهر الحاجات ديت جراس هوبر والداينامو والبايثون والفي بي نت، دي من الحاجات المفروض ان احنا نتعلمها، لان دي بقت هو ده سكه المستقبل. انت لو انت متخرج من عماره اتعلم شويه جراس هوبر وراينو ودينامو وحاجات زي كده، متخرج مدني اتعلم بايثون وتعلم جراس هوب، هتنفعك كتير قوي. طبعا كهرباء نفس القصه، وميكانيكا نفس الحكايه.
تاني حاجة كمان، إن أنت لازم تتعلم إزاي تكتب الريزومي بتاعتك أو السي في بتاعك. ففي لينك لذيذ خالص بيعلمك الانستراكشن الأوروبية إزاي تتعلم، إزاي تعمل السي في بتاعك بشكل محترم ونظيف. فدي من الحاجات اللي أنا بشجعكم كتير قوي عليها عشان تحاولوا تعملوها وتبقى مفيدة بالنسبة لكم. تالت حاجة أو حاجة كمان، prepare your portfolio. البورتفوليو ده دوكيمنت انت بتقول فيها سواء خلال الدراسه او بعد الدراسه، لغايه لما يعني دي حاجه بقت مكمله اساسيه جدا للسي في بتاعك. انت لازم تبقى عارف تشرح او تظهر على الورق ايه الخبرات وايه السكيلز اللي انت اتعلمتها. البورتفوليو ده بيبقى عباره عن ان انت بتحط صور او دوكيمنتس، يعني صور محطوطه في فريم حاجه كده، فيها تايتل، فيها صفحه مقدمه، فيها الستيتمنت بتاعتك، يعني ايه انا ليه اهتميت بدراسه المجال الفلاني، وقد ايه المجال الفلاني ده غير فيا، وحاجات زي كده. وبعد كده بتبدا تمسك الدوكيمنتس، الصور بتاعت الورق بتاعك، وتبدا تحطها في حاجه، في مستطيلات او بالشكل اللي انا عرضته لكم ده خلاص. وطب تحتيها تكست بسيط بتشرح فيها ايه هي المهارات اللي انت اتعلمتها، ايه هي السكيلز اللي انت اتعلمتها، ايه الحاجه اللي كانت تحدي بالنسبه لك في المشروع دوت او في الاساينمنت دوت او في الحاجه ديت وفرقت معاك كتير. دي من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ لان انا كواحد، انا عملت انترفيوز لناس كتيره جدا. من الحاجات المهمة جدا ان انا اشوفك، مش اشوف المشروع التخرج بتاعك او اشوف المشاريع اللي انت بتاعك. لا، انا عايز اشوف انت اتعلمت ايه، ايه هي التحديات اللي انت، انا بقيس البروسس بتاعتك في التفكير، ايه التحديات اللي انت عملتها وفرقت معاك، ايه الحاجات اللي كانت حاجات تشالنجز قدامك وانت عديتها، ايه قدرتك على تجاوزها، ايه قدرتك على تعلم مهارات جديده. هي دي الحاجات اللي بتفرق معايا، مش مجرد ان انت تحط المشاريع. او طب في مرحله الدراسه احط لي كل احط لي احسن assignments واحسن مشاريع او احسن حاجات انت واكتيفيتيز انت شاركت فيها في الجامعه، حطها لي في البورتفوليو ده. لما تقدمها مع السي في بيبقى ليها وقع تاني خالص خالص خالص، بتبين انت قد ايه انت انسان بتتعلم من تجاربك. ممكن يبقى عباره عن مطويه كده، ممكن يبقى عباره عن حاجه مكعبه، كتاب، وات ايفر الحاجه اللي انت عملها. ده جزء اساسي مكمل من اساسيات السي في. ممكن يكون بالاشكال ديت، بالطريقه ديت، بنبدع بقى فيه، بيظهر فيه جزء الجانب الابداعي بتاع الشخصيه اللي بتاعتك. طيب كل دي اشكال بحاول اوريها لكم عشان تبقوا عارفين تعملوا ايه. من الحاجات التانية برضو مهمة ان انت لازم يبقى عندك اونلاين بلاتفورم تحط عليه الشغل بتاعك. لازم يبقى عندك، يا اما السوشيال ميديا بتاعتك، ما تبقاش عندك سوشيال ميديا بتاعتنا كلها تهريج طبعا، بس لينكدين ده سوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا بروفيشنال. فانت يبقى ليك صفحة لينكدين، مفيش مانع. الويب سايت لو تقدر تعمله، في حاجات رخيصة جدا في فري تقدر تحط فيها الحاجات بتاعتك تبقى بروفيشنال، بتبقى جميله جدا ان انت تحط اللينك الصفحه بتاعتك. انا لغايه دلوقتي ما عنديش صفحه لان انا يعني مش فاضي اعملها، بس بصراحه يعني من الحاجات المهمه جدا لازم نعملها. طيب بعد ما اتخرجت انت بتبقى عندك همين، هم الاديوكيشن اللي انت اتعلمته والاكسبيرينس اللي انت عايز تتعلمها. الاديوكيشن هل بتقف مع الجامعه؟ لا، الاديوكيشن بتستمر طوال سنين شغلك. هتاخد كورسات، هتاخد خبرات، هتاخد تحضر ندوات، هتحضر، لازم تتعلم، لازم تفضل تعرف ايه الجديد ايه الجديد ايه الجديد. والاديوكيشن بقتش دلوقتي موجوده بس في الجامعه، بقت حاجات كتير اونلاين، في اماكن كتير بتقدم كورسز. دي كلها لازم تحرص ان انت تحافظ على طول، اول ذا تايم، كل شهر او اتنين يبقى لازم انت بتحضر كورس في اي حاجه، في اي حاجه لازم تفضل دماغك دي شغاله. والاكسبيرينس انت بتشتغل. في تاني بنحرص بعد التخرج ده وانت ما لحقتش ان انت تتعلم لغات، اتعلم لغات، يلا فرصه. برضو لو ما لحقتش تتعلم كمبيوتر سكيلز، اتعلم كمبيوتر سكيلز، ما وقفتش الدنيا. طيب من الحاجات المهمه جدا ان انت لازم تقرا، في حاجات كتير لازم تقراها، فلازم تتعاون تشوف ايه المراجع او ايه الكتب الاساسيه. دي مثلا في مجال العماره، دي كتب من الكتب الاساسيه جدا لازم المعماريين يقروها.
انت برضو في تخصص مدني او عمارة او في اي تخصص ميكانيكا قصدي او اي تخصص تاني، دور على الكتب الاساسية اللي هي عند الدكاترة بتوعك اللي ينصحوك لازم تقراها، دي لازم تقرا، لازم تتعلم وتقرا. احنا شعب ما بنقراش، ودي حاجة مشكلة كبيرة جدا يعني. من الحاجات الاساسية جدا ان لازم تبقى وانت بتتخرج او بعد ما تتخرج على طول لازم تقرا كود، وبتوع مدني او بتوع ميكانيكا او عماره مهم جدا يبقى عندك نسخ من الكود او القوانين اللي بتحكم المهنه بتاعتك. والكود دوت في كود منه محلي حاجات في مصر، كود المصري، وفي كود انترناشونال دولي، وفي كود للبلد اللي انت ممكن تروح تشتغل فيها، سواء مثلا في السعوديه، الخليج، اوروبا، المانيا مثلا، اي دوله فيهم، امريكا، كل دوله ليها كود بتاعها. فانت من الحاجات المهمه جدا انت قبل ما تدور تشتغل في اي مكان لازم تدور ايه الكود اللي هيحكم المهنه بتاعتك او الشغل بتاعك ده هيبقى خاضع لاي كود. عشان كده بتفرق كتير قوي انت قاري كود ولا مش قاري كود. دي الكتب الاساسيه اللي هي كاكواد مهمه جدا لطلبه عماره او لخريجين عماره. الأول واحد الهاند بوك بتاع البروفيشنال براكتس ده بيشرح كل حاجة في المهنة. التاني حاجة الجرافيك ستاندرد، كل التفاصيل الديتيلز والتفاصيل المشاريع ومش عارف ايه. الـ NFPA ده كود الحريق، لأن احنا بنتراجع من أكواد الحريق. بعد كده الـ IBC ده International Building Code، ده الكود اللي فيه كل حاجة بس الـ International. والـ Building Code Illustrator ده اللي بيشرح الـ International بس بشكل فيه سكتشات وفيه رسومات وحاجات. من الحاجات الأساسية إن أنت لازم تتعلم في شوية حاجات تتعلمها، براكتس مانجمنت، إزاي تدير الممارسة بتاعتك، ممارسة الشغلانة بتاعتك لازم تبقى عارفها كويس أوي، إزاي تاخد كورسات، إزاي تعمل كذا، إزاي تطور حاجات اللي ناقصاك، تشوف الشركات التانية بتشتغل في إيه فتبقى عارف إزاي بتعمل بتشتغل، تتعلم مهارات الممارسة نفسها. إدارة المشروعات دي من الحاجات الأساسية، إدارة التصميم والتحليل مهم جداً، الدوكيومنتيشن بتاع المشاريع إن أنت تكتب المشاريع وتوثقها ورسوماتها وتفاصيلها دي مهم جداً، الإيفاليويشن تقييم بتاع المشاريع ده دي من الحاجات الأساسية. الست مجالات دول هم ست مجالات بتاعت الامتحانات الخاصة باللايسنس بتاعت أمريكا. ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه. أنا كذا لايسنس يعني كمعماري مرخص في أمريكا، ممكن ما اعتقدش ان في كتير قوي ناس تتعدى على الصوابع يعني الايد الواحده الموجودين في مصر اللي هم لايسند اركتكت في امريكا. لازم ندرس الحاجات دي عارفينها كويس. خلينا نتكلم عن الكارير نفسه بيبقى ماشي ازاي. لو انا بروفيشنال مهم عندي ان انا اخش مسابقات، مهم عندي جدا ان انا اخش اخد جوائز من المسابقات ديت، لازم اشارك في مؤتمرات ومعارض، لازم اعرض مشاريعي في مجلات، في مقالات، في جرايد، في مجلات، في ويب سايتات دلوقتي موجوده، السوشيال ميديا لازم تكون اكتف معايا. كل الحاجات دي بتبقى مهمه على الصعيد البروفيشنال. على الصعيد الاكاديمي لازم تشارك في ابحاث علميه، تحضر تكتب اجزاء من كتب، تقدم محاضرات، يبقى ليك مقالات علميه، كل الحاجات دي اساسيه جدا. مشكله مجالنا في العماره لو واحد هيشتغل في الاكاديمي انه لازم يجمع بين الاثنين، ما ينفعش انت تشتغل اكاديمي بس وما ينفعش انت تشتغل بروفيشنال بس، لازم تبقى الاثنين موجودين عشان تقدر تحافظ على الكفاءه بتاعتك او شطارتك في كل حاجه. من الحاجات الاساسيه في الكارير ديفلوبمنت ان انت تتاكد من ان انت شخصيه منافسه، كواحد منافس لازم تبقى في المقدمه في اول الناس، لازم تحسن الاداء بتاعك، لازم تبقى عندك تطوير على طول مستمر، لازم تكون شخصية منافسة حقيقية موجودة. طبعا لازم تنسق الخطوط بتاعتك وطرق التطوير بتاعت الكارير بتاعك. لازم تتعلم ازاي تتعامل مع كلاينتس لان انت هتتكلم مع كلاينتس كتير جدا، ولازم توسع مجال ومدارك افكارك. دي المجالات اللي ممكن نقدر يشتغل فيها المعماري كلها، دي حاجات كتيرة جدا 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 جدا. كل واحد منكم ممكن يشتغل في مجال من المجالات دي ويبقى حاجة كويسة، مفيش مجال أحسن من مجال، في واحد شاطر وفي واحد مش شاطر، تفرق كتير. لازم نعرف حاجة مهمة جدا as an architect إن إحنا بنمر بسايكلز مع البيزنس، لو الدنيا البيزنس بتاعنا كويس والدنيا ماشية كويس إحنا نبقى كويسين، لما الدنيا تبقى واقعة هنقع معاها، ده رتم الحياة بتاع الأركتكت.
مفيش حاجة مستمرة، وده مع الانجينيرز بشكل عام برضو. فاحنا لازم نبقى نتحسب للمرحلة اللي هي بتاعت الدبريشن والحاجات اللي هي الاقتصاد يبقى واقع. اوقات بيبقى الاقتصاد كويس وشغال كويس، زي مثلا حاليا احنا في كم كبير جدا مشاريع موجودة في مصر. الخليج مثلا ما فيهوش مشاريع بالحجم اللي موجودة في مصر، فممكن السوق بتاع مصر يبقى شغال كويس، شغال معقول، والسوق الخليج ما شغال واقع. ممكن اوقات بنعكس، اوقات بيبقى الاثنين شغالين، يعني ملهاش حاجه. العالم كله قافل مثلا دلوقتي بسبب كورونا، فاحنا دلوقتي في ديبريشن في العالم كله. فالحاجات ديت انت لازم تكون انت كواحد متحسب لها ماديا وماليا ونفسيا وكل حاجه، ان انت تبقى محاسب حساب اليوم الصعب قبل اليوم الكويس. لازم نعرف ان احنا ان النتيجه بتاعت شغلنا بتطلع تراكمية، بتبقى تراكميه على مدى السنين خبره. كل ما زدت خبرتك كل ما النتيجة بتاعت شغلك هتبقى أفضل وأكبر. فدي عنصر مهم جدا لازم نحطه في الاعتبار. بس في مشكلة إن إحنا بنوصل لمرحلة من السن دايما، يعني المهندسين أو أي كارير الهندسة بشكل عام نبتدي كويسين جدا 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 لغاية لما نوصل مثلا سن 50 ويبدأ الكيرف ينزل. لانه طبعا انت كشغلانه لو انت مش مطور نفسك بشكل كبير، لو انت ما خلقتش لنفسك بيزنس بتاعك، المهندس الكبير بياخد سالري كبير. طب انا واحد عنده 50 سنه او 55 سنه، الراجل الكبير وعنده خبره، بس انا ممكن اجيب واحد 45 سنه عنده جزء من الخبره ديت، بس نشيط اكتر واقوى اكتر ومرتبه اقل. انا ببص بقول لكم من منطق صاحب شركه يعني. فدي مشكلة، فأنت لازم تطور على طول قدراتك، ولو ما توصل لمرحلة معينة حاول بشكل كبير يبقى عندك البيزنس بتاعك. دي برضو مجالات شغل كتير قوي في العمارة، بصوا عليها متنوعة جدا جدا جدا. في أول سنتين المهم عندك يبقى عندك communication skills كويسة، تقدر تتفاوض، تقدر تكتب تقارير، تقدر تعمل time management، تقدر تعمل SWOT analysis. دوروا بقى في الكلام دوت وشوفوا انتوا ممكن تعملوا فيه ايه. طبعا سوفت ويرز ريفت وال 3 دي ماكس والجي اس والفوتوشوب دي من الحاجات الاساسيه انت لازم تكون عارفها او اشتغلت عليها وفتحتها. السيرتيفيكيت ممكن تاخد فاندمنتال انجينير، دي موجوده في كذا في الجامعه الامريكيه وفي كذا حته، برضو تتعلم بروجكت مانجمنت وحاجات زي كده. ودي كورسات في سواء في على مستوى الغرفه التجاريه الامريكيه في القاهره بتدي كورسات حلوه جدا، الجامعه الامريكيه بتدي كورسات حلوه، برضو سي باس ده سنتر بلاننج واركتكتشر ده موجود في عين شمس جميل جدا، مكتب بيقدم كورسات كتيره، مركز القومي للبحوث برضو بيقدم كورسات كتيره. من سنتين لخمسه لازم تتعلم تعمل بيل اوف كوانتيتي، لازم تتعلم تعمل تيم بيلدينج، ريسك برضو مانجمنت واسسمنت. من الحاجات المهمه برضو سيرتيفيكيت ممكن تاخد سيجما وبروجكت مانجمنت وتتعلم شويه ليد، ودي موجوده برضو في الجامعه الامريكيه، من وبرضو موجوده في المركز القومي للبحوث. وفي كورسات كتيره بتتعمل عن طريق الفيسبوك، ناس كتير بتقدم السيرفيس ديت بشكل سهل وسريع يعني كمان في اي وقت في السنه. من 10 سنين لازم تبقى عارف بقى خلاص الكوردينيشن، البيزنس مانجمنت، الريبورتنج والكونفليكت ريزولوشن، ازاي تحل المشاكل الكبيره، الحاجات زي كده دي كلها. برضو كورسات كتيره من 10 سنين فما فوق بقى، ده برضو كل السكيلز دي مهمه جدا جدا تتعلمها، وانت اوريدي بتتعلمها بالخبره وبالمشاكل اللي بتشوفها. اهم حاجه ان انت تبقى efficient، عندك efficiency، تقدر تعمل حاجة بسرعة أحسن أرخص بأرخص وسيلة ممكنة. دي أهم حاجة في efficiency. تاني حاجة experience، لازم تبقى عارف إزاي الحاجة دي بتتعمل، إزاي الحاجة دي بتتعمل. الإكسبرتيز لازم يبقى عندك خبرة أو تخصص في حاجة معينة دي تميزك. لو أنت جمعت بين الثلاث حاجات دول هتبقى شاطر جدا 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 ومميز جدا جدا. البروفيشنال سيرتيفيكيت في العماره من الحاجات المشهوره جدا، الليد دي بتعلمك يعني ايه مباني خضراء والسستينابيلتي او الاستدامه، ودي مجالات ودي ليها كذا تخصص في البيلدينج ديزاين، في الاوبريشن، في الانتيريور، في الهومز، في النيو ديفلوبمنت المجتمعات العمرانيه الجديده، في السايتس، حاجات كتيره. وليها مجال وليها كاتيجوريز معينه برضو، دي برضو بالقراية هتقدر تتعلمه هيك.
وليها شهادات وليها المباني او المشاريع اللي بنديها، بتاخد يعني بتاخد ميدل او ميداليات مختلفه حسب قوه كل مشروع. دي الشهاده بتاعتي اللي انا خدتها في الليد، هو لسه شغال لغايه دلوقتي. برضو من الحاجات المتخصصه برضو تصميم مستشفيات، للمجال المستشفيات ده مجال معقد جدا ومتميز جدا، فبرضو دي من الشهادات المتميزه فيه، ودي برضو evidence based design. ريفت والسوفت ويرز مهمه جدا ان انت تبقى سيرتيفايد يوزر مثلا حاجه برنامج زي ريفت ده مهم جدا. دي شويه ويب سايتات ممكن تخش عليها تتفرج عليها وتتعلم من الكورسات اللي موجوده فيها وتستفيد من الخبرات اللي فيها. طيب من الحاجات الاساسيه اللي قلنا عشان نبقى ملخصين الموضوع، لازم يبقى عندك ريزومي سي في موجود فيه الهيستوري، تكتب فيها يبقى عندك حاجه اسمها بيرسونال ستيتمنت، او تقول انت ليه اشتغلت في المجال ده، ايه اللي حببك في المجال ده، وايه الحاجات التشالنجز الكبيره اللي قابلتك عشان تقدر توصل للمستوى اللي انت فيه ده. تمتحن توفل، ممكن تمتحن جي ار اي لو انت عايز تسافر تدرس بره في امريكا بالذات، تعمل بورتفوليو. لازم يبقى عندك خطابات شهادات خبره وخطابات ريكومنديشن ليترز من الناس اللي اشتغلت معاهم او بروفيسورز اللي دولك. سافروا يا جماعه، لو تقدروا تسافروا حاولوا تسافروا، او على الاقل سافر في مصر، لف في مصر، روح الاقصر اسوان، روح سيوه، روح البحر الاحمر، روح سينا، روح السلوم، روح يعني لف، روح اسكندريه طبعا، القاهره، لف في القاهره اصلا يعني في مصر في حاجات كتير، روح رشيد، روح دمياط، لف بورسعيد، لف في مصر، دي مهمه جدا. لو عندك فرصه ان انت تحوش اي مبلغ في حاجات يا جماعه ممكن تقدروا تسافروا فيها، سواء في اوروبا، في اليونان او ايطاليا او تركيا، او حتى تسافروا دول افريقيه، تقدروا تسافروا بمبالغ بسيطه، مش مبالغ غاليه، بس تقدر تحوشها، اشتغل وكافح وحوش تقدر تسافر، هتستفيدوا كتير قوي من السفر. السفر بيعلم مهارات كتيرة جدا جدا جدا. دي شوية كلمات مهمة جدا اقروها لان هي هتستفيدوا منها جدا. من الحاجات المهمة جدا دي برضو المؤسسات والمنظمات الدولية اللي ممكن تبقى تشترك فيها، ودي تبقى حاجة كويسة بتعلمك. اهم حاجة بقى دي الهدية بقى اللطيفة اللي انا بشرحها بقى، اي حد يضحك عليك ويقول لك انه الجامعات المصريه جامعات مش محترف بيها، او جامعات مش محدش ده 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 محض هقص. يعني انا خريج هندسه طنطا، اوكي، درست في امريكا، خدت ماجستير وخدت دكتوراه وخدت اللايسنس ومارست في امريكا، وده كان صعبه جدا مش سهله، بس برضو اكتشفت ان في حاجات كتير انا ما كنتش اعرف انا ايه اللي انا عملته. انا جبت المحتوى حاجه اسمها كورس سبيكس او شرح التفاصيل المواد اللي درستها بالعربي، يعني جبتها طبعا بالانجلش وبعتها لهم في امريكا لمنظمه معينه، المنظمه دي او هيئه معينه راجعت الورق بتاعي ما قالتش عندي اي مشكله، فما بالك بقى لو في عين شمس او في القاهره او في وات ايفر الجامعه. فالنظام المصري كجامعات معترف بيه في امريكا عادي، وانا سافر ده على مستوى البروفيشنال، على مستوى الأكاديمية ما أنا درست في جامعتين في تخصصين وقابلوا الشهادات بتاعتي من غير ما أي تحفظات ولا أي حاجة. ففكرة إن شهاداتنا مش معترف بيها ده كلام مش حقيقي. النقطة الثانية حتة إن إحنا بنتكلم على البروفيشنال بقى، طب النقابة بتاعتنا، نقابة المهندسين، هل معترف بيها؟ برضو نفس القصة، خدت قانون النقابة بتاعتنا وطلبوه مني وبعته لهم بالإنجليزي ورجعوه كل حاجة، واتقبل عادي جدا من غير أي تحفظات في أمريكا. ففكره ان انت كباك جراوند اكاديميه او باك جراوند بروفيشنال في مصر مقبوله جدا، ما فيش اي مشكله فيها. هي الفكره بس ان انت بتقدم ورق مظبوط، متراجع انجلش بتاعه مظبوط، كل الحاجات بتاعته مظبوطه، وده كل ما في الامر. طيب تعالوا بقى نعرف بقى لو انا عايز اسافر بره اشتغل في اي حته ايه المطلوب مني. اللي بالازرق ده عدد السنين الدراسه، خلاص، اللي بالبني ده التدريب الشغل انت اشتغلت قد ايه، اللي بالاخضر ده هل انت مطلوب منك ان انت تمتحن في مجال تخصصك، والبيت ده ولا الدبلومه ده لو انت مطلوب منك ممكن تاخد دبلومه دراسات عليا او حاجه زي كده. ففي امريكا انت لازم تدرس 5 سنين عماره وتعمل 3 سنين تدريب وتمتحن. الامتحان ده مش لازم يكون بعد التدريب، ممكن يكون قبل التدريب مفيش مشكله، او ديورينج التدريب مفيش مشكله.
الصين نفس القصة، اليابان 4 سنين. هجيب لكم بلاد بقى سهلة شوية أو بلاد لطيفة شوية، اللي هو مثلا ممكن نتكلم على مثلا إيه، ألمانيا. ألمانيا 4 سنين هندسة، يعني تدرس 4 سنين، تاخد دبلومة سنة خلاص وتتدرب، وبعد كده تبقى مرخص لك إن تشتغل أز أركتكت. مثلا نمسك مثلا بلد زي إيطاليا، إيطاليا 5 سنين دراسة وامتحان واحد من غير تدريب، فممكن تشتغل. هقول لك على بلاد تركيا او مفاجأة، مثلا سويسرا، كفاية ان انت تتخرج من جامعة معترف بيها وانتهى الموضوع. الحاجات ديت سهل، يعني ان انت تحط نفسك في التشالنج ده من الحاجات اللطيفة جدا، ان انت تبدأ تشوف ايه الحاجات ايه البلاد اللي ممكن اشتغل فيها، ايه البلاد، طب ايه المطلوب مني، وابدأ اتارجت البلاد ديت عشان ابقى انا عارف انا المطلوب مني ايه. أنا خلصت. في أي وقت أنتوا عايزين تعملوا تعرفوا عني أي معلومة أو تسألوني، أنا اسمي على الفيسبوك ماجد زاجو زي ما أنتوا شايفين، الإيميل بتاعي، نمرة الموبايل بتاعي، في أي وقت أنا تحت أمر. وبشكركم جدا على استماعكم ليا، ومستنيكم يوم الجمعة إن شاء الله لأي أسئلة أنتوا حابين.